أما بالنسبة لأخبار المحافظات فنروح لمحافظة مطروح، واللي بدأ إنشاء موقف إقليمي لسيارات الأجرة والأتوبيس بالعلمين، وفي هنا كمان تم وضع حجر أساس نادي المهندسين. في البحر الأحمر تم بالفعل الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير طريق الشيخ أبو الحسن الشاذلي، وفي أسوان تم افتتاح مشروع ترميم وصيانة الوحدة الصحية بقرية كركر في محافظة أسوان. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. محافظة مطروح أعلنت عن البدء في إنشاء موقف إقليمي نموذجي لسيارات الأجرة والأتوبيسات بمدينة العلمين لتوفير الراحة للمواطنين ومنع العشوائية وتقليل الكثافات، مع مزيد من التيسيرات للحركة المرورية داخل المدينة حفاظاً على المظهر الحضاري اللائق وبما يتماشى مع المشروعات القومية التي تجري على أرضها. شهدت محافظة قنا وضع حجر الأساس لمقر نادي المهندسين على مساحة 10,000 متر مربع بمدينة قنا الجديدة، وتم تخصيص نادي المهندسين بمدينة قنا الجديدة بواسطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. أعلن جهاز التعمير والإسكان بالبحر الأحمر الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة المرحلة الأولى من طريق الشيخ أبو الحسن الشاذلي جنوب محافظة البحر الأحمر، حيث إن المرحلة الأولى اللي تم الانتهاء منها بلغت 55 كيلومتر بداية من الشيخ سالم حتى الشيخ الشاذلي، وجاري حالياً تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة بطول 55 كيلومتر، ومخطط الانتهاء منه العام المالي 30/6/2025. افتتحت محافظة أسوان مشروع ترميم وصيانة الوحدة الصحية بقرية وادي كركر بتمويل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال الجهة المانحة الممثلة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقيمة 2 مليون جنيه. أكدت محافظة كفر الشيخ أنه جرى الدفع ب10 أتوبيسات و110 سيارة ميكروباص إضافية لنقل الأهالي وطلاب الجامعة بمركز بلطيم لمدينة كفر الشيخ خلال فترات الذروة لمنع الازدحام وحرصاً على سلامة ومستقبل الطلاب. أكدت محافظة الدقهلية أن الحملات التموينية اللي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أسفرت عن تحرير 76 محضر بالمخالفات بمراكز ومدن المحافظة، وقررت المحافظة إحالة كل المحاضر المحررة للنيابة العامة لأعمال شؤونها. افتتحت جامعة المنوفية المعرض الفني الإنتاجي الخاص بعشائر كليات الجامعة المشاركين في المهرجان الكشفي 41 والإرشادي 25 والمقام بالمجمع الأولمبي للرياضات المائية حتى 31 أكتوبر الحالي.